في مدينة خنيفرة يمثل شهر رمضان المبارك فرصة لإبراز الموروث الثقافي الأصيل، يظهر ذلك في الأطباق التقليدية التي تتفنن نساء المدينة في تحضيرها لتزيين مائدة الإفطار. حافظت هذه المائدة على طابعها القديم، وهي مائدة طبيعية وصحية تتكون في غالبيتها من المنتوجات المحلية ذات المكونات النباتية، حيث تشمل شوربة أحرير الذي يتم تحضيره بدقيق الشعير والحليب أو الأعشاب النباتية. وبالإضافة إلى شوربة أحرير التي لا يمكن تصور المائدة بدونها، يحضر أيضا على المائدة المسمن البلدي أو بوشيار وحرشة الذرة التي لا يحلو أكلها إلا بإضافة العسل والسمن الطبيعي إليها، هذا إلى جانب ما يعرف بالزميطة المكونة من دقيق القمح المحمص. بحكم الموقع الجغرافي الجبلي للمنطقة، فإن أهالي إقليم خنيفرة بالخصوص يركزون على وجبة السحور استعدادا ليوم شاق، خاصة بالنسبة للجهد الذي يبذله الرجال يوميا وكذلك النساء اللواتي تقضين أغلب الأوقات في تحضير الأطباق الرمضانية. هكذا إذن يحاول سكان مدينة خنيفرة الحفاظ على خصوصية شهر رمضان لديهم من خلال الاستمرار في إعداد أطباق تقليدية حتى لا يطالها النسيان.